تفاعلت وزارة الصحة مع حالة المعاق الكويتي الذي عرضها تلفزيون الراي مساء أمس، وقال دكتور فوزان العنجري من مكتب وزير الصحة في اتصال مع الراي إن الوزير الدكتور جمال الحربي كلفه بمتابعة الحالة وتوفير ما يلزم لها. ونعود مجددا للدكتور أحمد الشطي المتحدث باسم وزارة الصحة. دكتور، كيف تلقيتم خبر هذه الحالة وما مدى تفاعل معها؟ أمانة هناك أجهزة رصد لدى وزارة الصحة لمتابعة كل ما ينشر بخصوص وزارة الصحة بصفة عامة، والمرضى ومن لهم تجارب يعني تحتاج نوع من الدعم أو تسهيل بصفة خاصة في وسائل التواصل. هذه الحالة حقيقة هي تتكلم عن حالة في مرض نادر اللي هو استجينيك بيرفكتا، وهو في 3-4 عوائل عندنا في الكويت يعانون منه، تؤدي الى هشاشة العظام وتعرضها للكسر بسهولة بسيطة جدا. مسؤولية مشتركة حقيقة من الطبيب المعالج مرة ومن ذوي المريض والمريض مرة اخرى، في يعني في جوانب احترازية كبيرة في تجنب كل ما يدعو الى الكسر. امانة انا اعتقد الان التوجيهات بانه دراسة الوضع من حيث التقارير الحديثة اللي ممكن تحصل لها، عدم التردد في إسناد كل ما يحتاج المريض من ناحية الطوارئ أو العلاج العاجل، وبعد أن تستقر الحالة سيتم التعامل معه بالاتجاه الصحيح بما يكفل نوعية وجودة حياته وبما يخفف العبء على من حوله. نعم، الدكتور أحمد الشطي المتحدث باسم وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.